معانا النهارده مج كابتشينو. عايزين نقول المج ده هو مج ميكرويف، بمعنى ان ممكن تستخدميه استخدامات الميكرويف لو انت شلتي الاجزاء دي. مج ميكرويف عباره عن 3 اجزاء، المج نفسه ودي نسميها المكنه، فيها فلتر هنا رقيق جدا لازم تحاسبي عليه انت بتعمليه، ما تحطيش جوه السكر سليم، لازم يتدوب، عشان لو حطيتي سكر بتدوبيه عشان ممكن يقطع الفلتر الخفيف ده، او تعملي من غير سكر والغطا بتاعهم بيركب فيه. المكي فيه علامه من هنا لو واضحه في الصوره، دي العلامه اقصى سائل تحطيه جوه وانت بتضربي. هنبتدي نجرب نعمل معلقه نسكافيه واحده كفايه قوي، وهنشوف هتعمل قد ايه، وهنحط ميه لغايه العلامه. هندوب النسكافيه بتاعنا زي ما اتفقنا، ندوبه كويس عشان الفلتر بتاعنا نحافظ عليه، ونعرف ان ادوات تابر وير لازم نتبع التعليمات عشان تحافظي على المنتج بتاعك مدى الحياه. نحط المعلقه بتاعتنا، تحطي المكنه بالطريقه دي، الفلتر كده بيقف هنا على الايد هنا، والجزء ده هنا هو مجوف عشان بيدخل مكان الايد بالطريقه دي. ونبدا نحط ايدينا هنا عشان نتمكن من المك بتاعنا، ونضرب وننزل ونطلع. هتحسي وانتي نازله طالعه ان هو بقى تقيل جوه، تعرفي ان كده بدا الفوم يعلى ويكبر. نفتح نبص كده عليه في ثواني، زي ما انتم شايفين بس المنظر جوه قد ايه، ما خدش اي حاجه، احلى من تروح تشتري من اي مكان بره، على الاقل حاجتك جاهزه في بيتك وانت قاعده عندك ضيوف هتقدمي لهم مشروب جميل وطازه وعاملاه بايديكي. الفوم اهو زي ما انتم شايفين الصوره، الفوم اهو زي ما انتم شايفين، ولسه جوه يكفي كمان كوبايتين كمان بايه، بق ميه ومعلقه بس نسكافيه. وبعدين عايزه تكملي بقى الكوبايه بتاعتنا، هنكملها ميه عايزه او لبن عايزه سخنه، هتحطي سخنه اهو زي ما انتم شايفين اهو، مشروب ساخن جميل في الشتاء، تعمليه في بيتك بايديكي، سهل جدا، متميز، مج كابتشينو متميز. وعايزين كمان نقول ان هو ما بيشيل الفلتر، هو عباره عن مج الميكرويف، هسخني لبن، هسخني شوربه، هسخني لسان عصفور، هسخني مشروب عندك تعملي تنقعيه، تسخني ميه تعملي بيها مشروب نقع، مج عملي في كل الاستخدامات، عنده عده استخدامات غير الكابتشينو، تعملي فيه حاجات عديده جدا تستخدميه في البيت. ان حاجه التابر وير ما تبقاش تبقى متعدده الاستخدامات، عشان هي بتوفر الوقت وتوفر الفلوس بالنسبه لك، وكمان ماتيريال صحي، مصمم مواد اوليه، مش متفاعل مع السخونه، مش متفاعل مع المحتوى اللي جوه. مع تحيات تابر وير الضهر.